عليما والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. أيها الحضور الكريم، في البداية نذكر بجدول أعمال هذا الجمع المتكون من المحطتين. أولا المصادقة على التقرير الأدبي والمالي، ثانيا انتخاب المكتب المدير العصبة، ثالثا توصيات الجمع العام بخصوص بعض الإجراءات التنظيمية للموسم المقبل إن شاء الله، رابعا بقية الولاء وإخوة. نعطي الكلمة السيد الرئيس ويتبدأ المشوار. شكرا سيدي الكاتب العام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نأتي الكلمة نشيد المبادرة الملكية الثانية متمثلة في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة سكان قطاع غزة وذلك في إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة وتضامن دائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق. وبالمناسبة لإعقاد الجمع العام العادي لنصرتي طنجة إخوان أكسبة لكرة القدم الفلسطيني، أن أرحب بالسيد ممثل المديرية الجهوية وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وكذلك السيد ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ممثل السلطة المحلية وبجميع السادة رؤساء الأندية منظمة تحت لواء العصبة، وكذلك ممثل الصحافة والإعلام الرياضي. أنا جمعنا هذا يعقد أول مرة جمع عام يعقد تماشيا مع النظام الأساسي للعصبة الجهوية وقانون التربية المدنية 039 ومع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة المغربية. وبهذه المناسبة يؤكد لي بالأصالة على نفسي وعلى النيابة عن جميع أعضاء المكتب المديري أن أرحب بانضمام كافة الأندية والجمعيات الممتلئة لإقليم الأوسيمة للعصبة الجهوية والأوسيمة المبادرة في إطار العمل المشترك وإنجاح المشاريع الهدافة للنهوض بكرة القدم بهذه الجهة. آمل أن يساهم هذا ذلك في ارتقاء الممارسة الرياضية بوطننا العزيز. أيها السادة، لقد بدأت العصبة بكامل أجهزتها خلال الموسم الرياضي الحالي جهدا كبيرا من أجل ضمان السير العادي لكافة المنافسات والأنشطة والبرامج متعلقة بتأطير وتكوين مختلف المتدخلين مواجهة مع الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا. وحتى لا أقل عليكم فإنكم ستجدون تفاصيل من التقريرين الأدبي والمالي لهذه المرحلة. وشكرا لكم. شكرا سيدي. أيها السيدات والسادة، طبقا لجدول أعمال هذا الجمع العادي ننتقل
الإطار لعقاد الجمع العام العالي للعضو الجنة ويطام تطبيقا لحكومة الإكرام المسام وطبقا لمقتضيات المركز 18 من النظام الأساسي للعضو الجنة. يشرفنا أن نقدم لكم هذا المقر الأدبي الذي يغطي الأنشطة والبرامج الرياضية المنظمة من طرف العضو انطلاقا من الجمع العام الأخير المنعقد بتاريخ 23 جنبي 2020 إلى غاية 30 أبريل 2021. أيها السادة والسيدات، لقد عملت عصبة جيار قارنة مالكة الملك كرة القدم خلال هذا الموسم الاستثنائي وعلى كافة الأصعدة بضمان انطلاق مختلف البطولات والمنافسات الرياضية في أجواء سليمة ومنظمة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أظهرها الطاقم الصحي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك بعد أن عرف المغرب مع وسائل بلدان العالم انتشار جائحة كورونا التي أوقفت كل المنافسات الرياضية في رأس الموسم الرياضي 2023. وكان لزاما علينا رغم كل الصعوبات والتقدير الكبير للاستصدار عن منافسة الموسم الرياضي المنصرف وما خلفه ذلك من تأكيد واضح على برمجة مباريات الوصول الجهوية وإبقائية العشر في رأس الموسم الرياضي بأن نتعبأ جميعا من أجل تجاوز الإكراه الزمني المرتبط بضرورة إنهاء جميع البطولات تزامنا مع اختتام الموسم الرياضي في وقته المحدد. وهو ما حصل بالفعل، وقد كانت عصبتنا صفاقة العجم الوطني في إعطاء انطلاقة مختلف البطولات بعد أن أعدت لجنة البرمجة والمسابقات ومع أعضاء اللجان الجهوية مشروعا طروحا لجدولة مختلف من المنافسات مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسات الجديدة لكرة القدم المصرية والتي أقرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر برامج إدارة التقنية الوطنية. ونبقى دائما مع الأحداث الاستثنائية التي ميزتها الموسم الرياضي، حيث عرفت العصبة تغييرا في نظامها الأساسي وذلك انسجاما مع القانون 39 المتعلق بالتربية المدنية والرياضة وتماشيا مع مشروع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الهادف إلى إعادة هيكلة العصبة الجهوية، إذا عمل المكتب المديري على عقد الجمع العام غير العادي بتاريخ 1/4/2021 عن طريق المناظرة المرئية بعد أن تم نشر مسودة النظام الأساسي النموذجي في الموقع الرسمي للعصبة وإصدار مجموعة من البلاغات المنظمة لعمل التسويق والمصادقة عليه. وبموجب هذا النظام الذي صادق عليه الجمع العام فقد أصبحت العصبة تحمل اسم العصبة الجهوية طامة لطوال الأسماء لكرة القدم عوض عصبة الشمال لكرة القدم. وتم تغيير شعار العصبة كما انضمت أندية المنتمية لإقليم الأسماء إلى الوفود الترابي للعصبة انسجاما مع التقسيم الجهوي. هذا النظام الأساسي يضم 39 بلدا ويسري على جميع العصب الجهوية، وقد عمل المكتب المديري في إطار مناقشة هذا النظام النموذجي على دراسة وإعادة صياغة عدة بنود واردة فيه مع توضيح مفهومها الحقيقي لتجنب أي تأويل خاطئ. وقد تمت إحالة كل هذه الملاحظات عن الجامعة الملكية المغربية القدم قبل عرض النظام الأساسي على أنظار الجامعة. السيدات والسادات الأفاضل، إن الجهود المتواصلة التي بذلتها عصبتنا خلال هذا الموسم والملفات الكثيرة التي اشتغل عليها المكتب المديري بمعية مختلف اللجان الجهوية تدل على أننا رغم كل الظروف الصعبة فقد نجحنا في تكوين سنة رياضية غير عادية استدعت تكاتف الجهود مع تعبئات خاصة من طرف الجميع. وبهذه المناسبة فإننا ننوه بما قدمته جميع الأندية من تضحيات جسام رغم إمكانياتها المحدودة، ونتمم العمل الجاد الذي اطلع عليه المكتب المدير للعصبة وإدارتها من خلال الجدية والتفاني الذي أبداه كل الموظفين في سبيل تسهيل المصافي الإدارية والقانونية أمام الأندية المنضوية تحت لواء العصبة. وفيما يلي نعرض عليكم بإيجاز أهم الإنجازات والأنشطة التي ميزت هذا الموسم الرياضي. المحور الأول برمجة المنافسات الرياضية. المحور الثاني البنية التحتية. المحور الثالث الأنشطة التقنية. المحور الرابع كرة القدم المسنة وكرة القدم المتنوعة. المحور الخامس التحكيم. المحور السادس إدارة التحكيم. المحور الأول برمجة المنافسات الرياضية، يمكن أن نعالج هو المرفق بالتكلم الأدبي باش مرتبطوش اللي فيه البطولة المنظمة من طرف العصبة وفيه نظام المنافسات في رأس الموسم الرياضي 2020 في رياضة جميع الأقسام. القسم الممتاز والقسم التالي والقسم الرابع وجميع البطولات الأخرى. المحور الثاني يضم البنية التحتية. تعتبر البنية التحتية من أهم الأسباب المساعدة لأي تطور رياضي، وتعتبر
الخارجية الخامس بوالد حسين من الجهات التي تتوفر مستقبلا على ملاعب وقاعات رياضية من المستوى الكبير، خاصة عند الانتهاء من المشاريع الكبرى في كل مدن طنجة بوالد حسين، وخاصة بناء الملعب الكبير لحسيمة وتوسيع وتجديد المركب الكبير بطنجة، بالإضافة إلى تجديد مرافق ملعب حسين صنوبر وتجهيزه في إطار البرنامج الذي أطلقته الجامعة في وقت سابق، والذي يهم النهوض بالبنيات التحتية لكرة القدم عبر تجهيز الملاعب للعشب الطبيعي. وقد خضع مشروع بناء الملعب الجديد بمدينة حسيمة أشواطا كبيرة على المستوى السير العمل به بهذا المشروع الرياضي الكبير الذي سيرفع لا محالة من مردودية أندية حسيمة وعلى رأسها شباب ريف حسيمة لكرة القدم الذي نتمنى أن يعود لمكانه الطبيعي من أندية أخرى، في حين أن مشروع تجديد وتوسيع الملعب الكبير بطنجة سيعطي وكالة دولية في المدينة والجهة. وعلى المستوى القاعدي فإننا نثمن الجهود المبذولة من طرف الدولة لتعزيز المشاريع الرياضية بالجهة، وخاصة فيما يتعلق ببناء ملعب كرة القدم المكي وإعادة تأهيل ملعب البلدي للقصر الكبير وافتتاح ملعب ثمودة بتطوان، كما ننتظر افتتاح ملعب واد لاوز في وجه الأندية المنتمية للمنطقة، ونناشد كل المسؤولين على الشأن المحلي بالعمل على إحداث ملاعب أخرى وقاعات رياضية خاصة بالأقاليم التي لا تتوفر على العدد الكافي من المنشآت الرياضية كإقليم شفشاون والعراقيل، وندعو الجماعات الترابية في كل الأقاليم والمدن التابعة لها للاهتمام بالملاعب الموجودة والحرص على صيانتها وتخصيص ميزانيات خاصة لتدبير وصيانة الملاعب والقاعات الرياضية. أيها السادة الأفاضل، إن عصرتنا تسعى دائما إلى توفير الظروف الملائمة لإجراء كل المباريات في ملاعب وقاعات تحترم الشروط والمعايير القانونية، لكننا ما زلنا نعاني من غياب هذه الشروط في بعض ملاعبنا الرياضية. فحالة ملعب الجامعي في العمرة تعتبر مسيئة للمشهد الرياضي بصفة عامة، وقد عانت العصبة في ظل غياب المجالس المنتخبة والجهات المسؤولة على طلب تعشيب هذا الملعب وإدراجه ضمن برامج الجامعة الملكية المغربية منذ مدة، لكننا نؤكد دائما على الانخراط الكامل